السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. النواسير والضرار الانساني يعني من غير الصاله المفروضه يعني النواسير واش نسبحوا فيها اييه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بالنسبه للنوافل ام محمد واش ندير في التسبيح، هو التسبيح مطلوب عند الفرائض كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنك تقول عقب كل صلاة تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة كذا وكذا وكذا 33 مرة في الصلاة مفروضة، لكن في النوافل خير زيد، لأن التسبيح مطلوب نذكر الله في كل وقت. ربي عز وجل ندب إلى التسبيح خصوصا عقب الصلاة، غير كتقول السلام عليكم السلام عليكم قد قل أذكار المأثورة ثم كتسبح الله تعالى 33 مرة وكتكبر الله 33 مرة وتحمد الله 33 مرة هي 99 وكتختم بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الأمر مطلوب عاقب كل صلاة مفروضة، لكن إذا درناه ورا النوافل حتى هو زائد في الخير، حتى كل حاجة ربي طلب منا نديروها باعتدال إلا الذكر. الطعام قال لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الصدقة قال لك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. دي من الاعتدال، أي حاجة قال لنا ديروا الوسطية والاعتدال إلا حاجة وحدة قال لنا الله تعالى غير ديروا فيها بالكثرة وهو الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قياما وقعودا وعلى جنوبكم في كل وقت وحين. فيستعملنا الذكر عقب النوافل كل خير مطلوب. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.